المنصوره، وبعت لك رساله، وكل الناس كلها مبسوطه انت موجود معانا. لا بصراحه هنشوف يعني. الكابتن علاء هيقول لك ايه ونرجع تاني. كابتن بدير بالنسبه لي قدوه وقيمه وقامه. انا صعدت الفريق الاول كان عندي 17 سنه، كان الكابتن بدير كان لسه موجود وكان شايفني من وانا صغير، بقول علاء ده هيبقى من افضل اللعيبه في المكان ده وهيبقى خليفتي في الملاعب ان شاء الله. كابتن بدير كان بيساعد اي حد بيشوف ان هو هيفيد نادي المنصوره او هيقدم حاجه كويسه للنادي، متعاون جدا معانا وكان دايما بيتفرج على بعض المباريات لينا وبيوجهني وينصحني تعمل ايه هنا وتعملش ايه هنا، كان يعني وهو لاعب مش بيتعامل معانا ان هو اكبر مننا سنا، وكان بيتعامل معانا كاخ وكصديق، وكان دايما دائما النصح لينا وهو لاعب. وهو مدرب بعد ما بدا يشتغل في التدريب، انا كان ليا شرف ان انا اشتغلت معاه فتره. عنده فكر كان سابق عصره في حاجات كتير، في ازاي تعمل احصاء للعيبه اثناء المباريات، ازاي كيفيه الانتقاء، ازاي تنتقي اللاعب، توظيف اللعيب في المكان، ازاي مين ينفع فين وينفع في اي مكان. خبراته كمان في إدارة المباريات وبعد نظره في حاجات، يعني أحيانا كنا أثناء مباريات مثلا بنتكلم في تغيير معين أو تغيير شكل اللعب في أثناء مباراة معينة، هو كان له فكر، إحنا كنا بنتكلم معاه بنتشاور، لكن في الآخر هو بنجد إن هو وجهة نظره كانت صح، وان احنا كنا لسه مستنيين ان احنا نتعلم منه حاجات اكتر. يعني بيدرك الكابتن علاء قبل ما توجه له كلمه كان بيتكلم في البتاع ده ومركز قوي ان كابتن بدير بيشتغل باسلوب علمي، ودلوقتي هل الاسلوب ده اللي بتطبقوه ولا بس هو مجرد كلام على السوشيال ميديا؟ والله يا كابتن مصطفى ده اسلوب طبعا محتاج ناس اصحاب المجال، لكن للاسف الشديد ان الجو اللي محيط بيه كاداره بعاد عن المجال، فمش فاهمين يعني ايه، فمش فاهمين يعني ايه حاجه جديده وحاجه غريبه، ولا احنا تقليديين، لا احنا بنطور علشان